وخرجوا معاه أول شهادة ياسر حسن جامعة قطر. أنا ياسر أيمن محمد جامعة الأزهر بسد أبو العقارة. تقريبا يوم 28/12 أول يوم من الامتحانات عندنا في الجامعة. طبعا كله بعد الجامعة الأزهر أول يوم في الامتحانات ودراب مش دراب وسط العفو يطلب تأمين الداخلية هو كل لجنة كل كلية وكلنا عارفين طبعا اللي كان هيحصل أول يوم في الامتحانات. اتمسكت إزاي؟ كنت قاعد في سكن الحي السابع من مدينة نصر أنا وخمسة أصحابي كنا في كلية هندسة. ما فترة الأحداث طبعا بتاعت جامعة الأزهر اللي كلنا عارفينها من ضرب واعتقالات ومدينة جامعية وجامعة الأزهر وكل يوم اللي بيحصل نفس النظام. مرة واحدة بعد فترة كده واحد صاحبي اتمسك من مستشفى سيد جلال تهمة إن هو كان جامعة الأزهر كانوا بيقعدوا جامعة الأزهر دخلوا لموا المستشفى بالليبيا والاثنين كمان بعديهم اتلموا عشان كانوا قاعدين على القهوه في الحي السادس قدام المدينه الجامعيه واخبر في القهوه سمعوا بيتكلموا في سياسه جابوا سلام من 10 اللي كانوا قاعدين في القهوه. طبعا كلنا عارفين اظن مرتبطين القهوه دي يمكن اعلاميا عملوا ضجه شويه. الثلاث دول كانوا قاعدين معايا في السكن فقلت لهم انا غصب عني لازم ادور وراهم لازم اعرف نظامهم ايه يعملوا ايه محامين ورق فجينا وراهم لحد ما دخلت فتره الامتحانات وبالتالي لازم اطلع ورق اثبات كويس من الجامعه وحاجات وورق عشان اقدمه للنيابه عشان يمتحن. فهم هيمتحنوا من حد 29/12 وانا مش قدامي غير يوم السبت 28/12 عشان اطلع الورق. نزلت يوم السبت قبل ما انزل سمعت ان ثلاثه اتقتلوا في جامعه الازهر صحيح اول يوم في الامتحانات. جيت اخش الجامعه قعدت حوالي ساعه عشان عايز اخش الجامعه مش عارف اخش الجامعه. ضرب اخش من باب المدينه الجامعيه طب والناس شغال مش قادر اخش باب زراعه لان التعزيزات جايه ولا حكومته بيفتشوا اي حد بيشتكوا اي حد مش بيسافروا مش بيعجبهم بيمسكوه. اخش من باب ضرب فين وفين لما خلال ساعه مطلوب من عصير عشان خاطر اخش جامعتي. جيت عشان عايز اخش جامعتي لازم اتفتش واشوف بطاقتي لو شكلهم عجب لو عجبتهم يعني هيدخلوني بياخدوا اللي بيشتكوا اي حد. يوم ما طبعا كانت الناس كلها بقى اصابات وخرطوش ودم وجامعه كانت زي ما نقول مجزره جامعه الازهر مجزره. دخلت بالعافيه دخلت بقى المبنى الاساسي بتاعنا اللي فيه شؤون الطلبه في كليه هندسه. طبعا اللي ماسكين شؤون الطلبه الموظفين هم اللي كانوا بيراقبوا على الامتحانات عشان المعيدين والدكاتره خايفين يجوا يراقبوا على الامتحانات في يوم زي ده. قدام كل لجنه وامناء شرطه ومخطئين وضباط ومدرعات ازاي الطلبه اللي بتاعت في الجو ده مش عارفين ازاي الناس سكت على الكلام ده. فين وفين لما اتحايل على موظف الشؤون يسيب اللجنه اللي هو بيراجع عليها عشان خاطر يقدر يطلع لي الورقه عشان الناس التاني بكره. فين وفين لما من الساعه 9 وانا في الجامعه لغايه الساعه 1 عشان طلعت الورق بالعافيه. دي بروح بعد ما خلصت الورق عشان الناس تمتحن اطلع من باب الكابينه الداخليه شغاله ضرب واي حد معدي يمسكوه معرفش صح انا كده طالع من باب زراعه لقيت الداخليه بتضرب عليها خرطوش وبتضرب على كل الناس اللي ماشيين اي مكان كان فيه يمشي للجامعه كان بيضرب عليها خرطوش. الناس حواليا كانت كلها كل واحد اللي جه في وشه واللي جه في رجله. جيت اطلع قلت خلاص اطلع مرفض ماشي الجامعه مولعه هنا ومولعه هنا ومولعه هنا لقيتني حاجه زي سوريا كده ضرب صوت شغال من هنا وضرب صوت شغال من هنا. جيت الاقي ان ده مبنى الاداره في جامعه الازهر لقيت بقى كلها مدرعات وعربيات امن مركزي وعساكر وظباط. فخلاص اقول يا هرجع اجيب ورايا يا اما اعدي اروح فقعدت النص فيما خلاص انا مش هكلم في التليفون وعايز اروح. الاقي تجمع مصريين كده جاي ورايا خد الطرح تاني يا كابتن. ترجع الازهر هنا؟ اه دورين كارنيه شافوا كارنيه موبايلي فتش دخل مبنى الاداره. اقول هو في ايه؟ بالضبط طبعا مش شايف وخشوا تحت طلعت وكذا كذا كذا يا اولاد كذا تحت هنعمل فيه كذا وكذا وكذا وانا ماشي مروح من غير ما اعمل اي حاجه. فين وفين انتوا بقى عاملين لنا فيها رجاله وعايزين تعملوا اضراب عن الامتحانات؟ طيب وكذا 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 وخدوا لموا حاجات لقيت واحد بقى جه بيتعزم عليا ياخدوني ودوني اسم ده في مدينه نصر ولا يسيبوني. لغايه ما جه بقى البطل اللي في وسطيهم الحزام والظهر بقى وشه قدامي ركبني بوكس لوحدي
البوكس على اسم دي مصر غير اي تهمه غير اي دليل غير مكتوب عليا اي حاجه مجرد ان انا كنت بره بطلع ورق لاصحاب المعتبرين عشان يتاح هي دي كل الابديت وقلت لي على اسم تاني طبعا التشريفه اللي الاستاذ محمد الفقر اتكلم عليها دي طبعا بسم الله ما شاء الله تشريفه محترمه ضرب حزمه الحديد اي حاجه في الشغل دخلوني بعد التشريفه المحترمه طبعا في اوضه انا ومعايا اربع كمان منهم اللي بالقاهره واللي منهم اللي بالقاهره واللي منهم اللي معاهم وكذا وكذا بعد كله كنت كده وبعد كده ساعتين ثلاثه الكلام ده كله دخلونا عشان نطلع المحضر طبعا قال لي اقرا المحضر طب ابص في المحضر الاتصال طالبين في الجامعه جامعه الازهر اللي هي من حرب الولاد لوحده والبنات لوحده اللي هي الاتصال طالبين اسمها هدير كل الدورات الثانيه انا والسبعة وخمسين واحد مهتمين باتصالها حرب كليه التجاره حياه مرتو بتاع ضباط شرطه حرب مدرعات شرطه ضباط الجامعه محصوره منع طلب دخول الامتحانات حول الضرب رئيس الجامعه ولخ لخ 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 الكلام ده كله جينا بعد ما كله حوالي الساعه 10 بنلعب معسكر السلام خدنا تشريفه ثانيه كلها 57 واحد 14 بنت تشريفه اللي هو تعدى من صفين عساكر وضرب وطحن والكلام ده كله دخلنا الزنقه اللي عملنا الاوضه كلها هناك والدور الداخليه قدام البنات دخلنا الزنقه 4 5 متر جايين على رواق في عز التلج ما عندناش كرتونه تنام عليها ما عندناش حاجه بقالنا 24 ساعه لغايه تاني يوم الكلام ده كله فين وفين بقى لما عرضونا على النيابه والمحضر نفس التهم والنيابه تهزر وتضحك وشرب سجاير ويقول لك كده وشتايم والمثلث فالكلام ده كله النيابه خلاص الاتهامات بقى انا هتبقى في خمسه دي بس رئيس النيابه هيتجدد لك 15 هو عارف بعد ما كله طلعنا بعد ثلاث ايام على سكه مزعفل تشريفه تاني سكه مزعفل ولما قعدت معانا واحد زميلنا اسمه احمد زيدا صاحبي على شبكه التوكيل برضه واتهم بقضيه الموضوع وهو متخرج الكلام ده كله الاتهامات وسكه مزعفل وتشريفه والضرب والاعتداءات وما طلعناش جلسات في خلال انا فتره حبسي 70 يوم ما طلعتش جلستين لحد الان حاجه و50 واحد موجودين في القضيه تجديد 45 يوم حتى الان كل ده صوت من مبسوط من جوه الجامعه ومبسوط من حوالين الجامعه والجامعه ثانيه وبيقولوا ولع بمنتهى كليه التجاره هنفضل كده لحد امتى؟ الناس مالهاش اي ذنب مبسوطه من حوالين الجامعه ومبسوطه وهي بتمتحن ومبسوطه وهي بتعمل حاجه مالهاش دعوه باي حاجه هنقول حتى الله ونعم الوكيل اللي بيحصل وان شاء الله النظام ده مش هيكمل ان شاء الله مكملين ان شاء الله خير كل الطلاب يبقى قريب لازم كلنا وراهم واشكركم.